ما من اجل اسعاد جماهيره في صاله كاربونتي. بيرترون، مباراه بي جي مهمه جدا، بي جي يلعب اليوم تحت الضغط لان هذا الموسم لم يفز باي لقب، وطبعا بهذه الارمده من اللاعبين الكبار عليه ان يسعد الجماهير وخاصه اسماء الفريق ميكال هانسن، نارسيس، ابالو، وليس هناك اي لقب. نعم بالفعل هنالك انتظارات كبيرة من فريق باريس سان جيرمان الموسم الماضي، قام بانتدابات كبيرة وكنا ننتظر أن يفوزوا بالدوري وبألقاب أخرى، فازوا بدوري الموسم الماضي وانتدبوا لاعبين مثل دانيال نارسيس في هذا الموسم، ونرى أنهم يقومون بموسم أسوأ من الموسم الماضي، إذا لمصالحة مع الجماهير. كنا ننتظر أن يكون الأمر أسهل. هذا جماهير شامبيري، طبعا جماهيركم حاضرة بيرترون في هذه المقابلة، وأيضا جماهير البي جي بأعداد غفيرة، يعني تعطينا فكرة على الأجواء الساخنة في كاربونتي. نعم بالفعل القاعة مكتظة بالجماهير وكنت أتوقع ذلك. شامبيري هي مدينة صغيرة ولكنها تتنفس كرة اليد، في الواقع ذلك سيساعد الفريق. للأسف ليست سالة بيرسي وهي قاعة كبيرة متعود عليها الفريق، ذكريات طيبة. ومثلما تكلمنا عن ذلك بالنسبة لباريس سان جيرمان هناك انتظارات كبيرة وعليهم ضغوط كبيرة على كاهليهم، وليس من الطبيعي أن يفوز بأي لقب. أكثر إنسان له الضغط المسلط عليه هو المدرب فيليب غاردون. ماذا قال فيليب غاردون لمراسلنا؟ نتابع. عندما نلعب نهائي كأس فرنسا فإنه لدينا ضغط كبير مسلط علينا، ولا أظن بأن مدرب شامبري كافالي لديه أقل ضغط مني أو من لاعبي شامبري، أقل ضغط من باريس سان جيرمان. ليس هذا ما نفكر به، بل نفكر في التركيز على اللقاء واللعب وإرادة الفوز، والضغط ليس هو المهم. إذا أخفقنا في هذا النهائي فستكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا، لأننا نريد الفوز بالألقاب ولا نخفي هذا الأمر، وعندها سيكون الموسم أبيض وهذا أمر غير جيد. يجب علينا إحراز الفوز وهذا هو كل شيء، وفي نفس الوقت يجب الخوف من الخسارة، والخوف يكون في معظم الأحيان مهم جدا للعب بجدية أكبر، ويجب علينا أن نكون يقظين ومتفطنين كي لا نقع في الفخ. فيليب غاردون في مواجهة ماريو كافالي في 60 دقيقة، طبعا مهمة جدا من أجل الفوز بهذه الكأس التي ترونها مباشرة على قنوات بي إن سبورتس. حميد، في كلمة، كيف ترى هذه المواجهة؟ هل ترى أن فريق البي جي اليوم قادر على إنهاء المهمة بنظافة؟ لأن فريق البي جي ربما هذه السنة لم يكن مردوده متوازن. بلال، أعتقد أن باريس سان جيرمان الشيء الوحيد الذي ينقص هذا الفريق هو خبرة اللعب الجماعي، ليس لا يلعب بطريقة جماعية منسقة، ليس هناك تفاهم بين النجوم فريق باريس سان جيرمان. أعتقد أن بصمة المدرب لم نشاهدها الموسم الماضي وهذا الموسم في فريق باريس سان جيرمان، لأن المدرب هو الذي يعرف كيف يجمع اللاعبين، هو كيف يعطي الحلول الجماعية خاصة للفريق، كيف يعرف يحمس اللاعبين، كيف يعيش مع اللاعبين. هذا لم نشاهده في باريس سان جيرمان في السنتين هذه الأخيرتين. فأعتقد أن باريس سان جيرمان يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى لعب مع بعض، تفاهم كبير بين اللاعبين. فأعتقد أن باريس سان جيرمان اليوم إذا أراد أن يفوز عليه أن يدافع بطريقة رائعة. مشكلة باريس سان جيرمان في الموسمين الأخيرين هو الدفاع، ليس لديهم دفاع يعني قوي ويستطيع يسترجع الكور ويحول الهجمات المرتده، رغم انه لديه لاعبين سريعين في الهجمات المرتده لم يستغلهما باريس سان جيرمان. هناك ابالو وهناك سامون اوروبيا، وعلى مستوى الحراسه باريس سان جيرمان ينقصه حارس مميز، حارس كبير، اسم كبير على مستوى الحراسه. الموسم القادم سيكون معهم اوميير، فاعتقد انه
خوزي مانويل سيرا لم يقدم الإضافة لباريس سان جيرمان. أنوني في بعض الأحيان يعني مستواه متذبذب الموسم هذا والموسم الماضي، فأعتقد أن باريس سان جيرمان إذا أراد أن يفوز عليه أن يدافع ويلعب الهجمات المرتدة السريعة، لأن لديه لاعبين يستطيعون أن يصعدوا الكرة ويسجلون في الهجمات المرتدة. في كلمة بيرتران، من ترشح للفوز بهذه المقابلة يعني دون اعتبار أنك منتمي لفريق شامبيري؟ حسنا، أعتقد أن باريس سان جيرمان لديه كل الفرص حتى يفوز، لديهم نجوم متألقون بعد ذلك، ولكن لا يستطيعون اللعب مع بعضهم البعض، ولديهم كانت فردية عالية، ولكن على المستوى الجماعي لا يحسنون اللعب مع بعضهم البعض، يلزمهم بعض الوقت للانسجام ولتعديل النسق، خاصة على مستوى الدفاع. المحور الدفاع تغير في هذا الموسم، الخبرة أنا أعلم أنهم يحتاجون إلى الوقت، وأعتقد أن باريس سان جيرمان يلعب في بيته على أرضه في باريس وديه فرصة كبيرة للفوز. كلمة حميد، من ترشح للفوز المقابل؟ على الورق باريس سان جيرمان، لكن عندما شاهدنا مستوى شامبيري في الأيام الأخيرة أرشح شامبيري إذا لعب بنفس المستوى الذي لعبه أمام مونبولي وكذلك نانت، لكن باريس سان جيرمان مباراة واحدة النهائي لا يلعب يفوز به. أهم صورة وأحلى صورة بين كافالي وفيليب جاردون. أترككم مشاهدينا الكرام مع الزميل طاهر عمر للتعليق مباشرة على هذا الدور النهائي المرتقب بين باريس سان جيرمان وشامبيري.